السلام عليكم مشاهدينا الكرام، منتصف الليل بتونس وهذه آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي نبدأها بالعناوين. ماكرون يؤكد مساندة تونس في مسارها الديمقراطي وتوقيع 8 اتفاقات لدفع التعاون التونسي الفرنسي. الغرفة التجارية التونسية الأمريكية تطلق مشروع إكسبورت لاب لمرافقة شركات تونسية من أجل التصدير إلى السوق الأمريكية. توقف تام يهدد وحدات المجمع الكيميائي بالمظلة بسبب نفاذ مخزون الفوسفات جراء كثرة الاحتجاجات الاجتماعية وتخوفات من اختلالات في التوازنات المالية. في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة حل الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتونس، زيارة تأتي بدعوة من الرئيس البلجيكي قايد السبسي. وفي ندوة صحفية عقدها الرئيسان التونسي والفرنسي، أكد ماكرون مساندة فرنسا تونس في مسارها الديمقراطي. أكد رئيس الجمهورية على أن هذه الزيارة تشكل انطلاقة جديدة للعلاقات التونسية الفرنسية، كما ثمن مساندة فرنسا لتونس للخروج من قائمة الدول التي تعتبر جنة ضريبية. وعلى الصعيد الخارجي تم التشاور حول القضية الفلسطينية والملف الليبي. نشكر سيادة الرئيس ونشكر كل الحكومة على دعم الجدي لساندو به تونس حتى فسخت القضية هذه، وقضية ضررتنا كثير وغيرت وعطت صورة غير صحيحة على تونس. يعني أمور خارجية تطرقنا إلى الأوضاع عند جارتنا ليبيا اللي هي بالنسبة لنا احنا شعب واحد في دولتين، ولكن إن شاء الله معناها نعمل سوية على رجوع المياه إلى مجاريها وعلى أن تقام في ليبيا دولة ليبية صرفة من أبناء ليبيا بدون تدخلات خارجية. الرئيس الفرنسي أكد مساندة فرنسا لتونس في مسارها الديمقراطي خاصة في الوضع الراهن للمنطقة، ومساندتها خاصة للقوانين الأخيرة التي اتخذتها تونس لتعزيز الحرية. هنا الثنائية، وأود أن أقول بكل وضوح أن نجاح تونس في الدفاع عن قيمها والديمقراطية وحرية الضمير والمساواة بين الرجال والنساء في هذه اللحظة من تاريخنا هنا في المتوسط، هذه معركتنا نحن أيضا. فرنسا وإيمانا بنجاح النموذج التونسي في المنطقة ستواصل دعمها الاقتصادي لتونس بتخصيص 500 مليون أورو إضافي لفترة 2020 و2022. في المجال الاقتصادي الوكالة الفرنسية للتنمية هي الشريك الرئيسي للمساعدة الرسمية الفرنسية وتدعم، وإضافة إلى الدعم 1.2 مليار يورو المقدم لتونس في الفترة الممتدة حتى 2022، فإن فرنسا سوف تخصص 500 مليون يورو إضافي لفترة 2020-2022. وكان قد تناول الرئيس الفرنسي بالشرح لتفاصيل الاتفاقيات الثنائية التي تمت بين الجانبين لمساندة تونس في مسارها الديمقراطي والاقتصادي. وتم توقيع اتفاقيات شراكة وإعلان نوايا بين تونس وفرنسا في عدة مجالات، أولها التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. كانت أولى هذه الاتفاقيات الإعلان المشترك حول أولويات الشراكة التونسية الفرنسية وإعلان نوايا بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله والتطرف. كما تم أيضا إعلان نوايا بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمبادرة الشباب ريادة الأعمال والرقمية بتونس، وإعلان نوايا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمهورية التونسية ووزارة التعليم العالي والبحث والتجديد للجمهورية الفرنسية يتعلق ببعث جامعة تونسية فرنسية لإفريقيا والمتوسط. كما تم إمضاء ملحق للبروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلق ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية المبرم بتاريخ 28 من ديسمبر 2017 بتونس.
هذا كما تم إمضاء ملحق للاتفاقية المبرمة في 22 من جانفي 16 و2000 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتنفيذ تحويل الديون إلى مشاريع تنموية. وكان آخر هذه الاتفاقيات اتفاقية تمويل لدعم إصلاح حوكمة المؤسسات العمومية واتفاقية تمويل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في المرحلة الثانية. وقد سبق توقيع هذه الاتفاقيات محادثات مشتركة جمعت الجانبين التونسي والفرنسي بقصر قرطاج إثر وصول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون صباح اليوم في إطار زيارته لتونس على مدى يومين. مثلت علاقات التعاون والصداقة القائمة بين تونس وفرنسا وسبل مزيد دعمها وتطويرها محور اللقاء الذي جمع مساء الأربعاء بدار الضيافة بقرطاج رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها رئيس فرنسا إلى تونس وبعد انعقاد الدورة الأولى للمجلس الأعلى التونسي الفرنسي في أكتوبر الماضي. وكان اللقاء فرصة لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في ميدان التعاون المالي والاقتصادي والبحث العلمي، كما تم التطرق إلى التعاون في المجال الأمني وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتعرض كذلك إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجهها المنطقة المتوسطية. أعلنت الغرفة التجارية التونسية الأمريكية إطلاق مشروع لمرافقة عدد من الشركات التونسية للدخول إلى السوق الأمريكية، برنامج يقدم التكوين والمساعدة لهذه الشركات على امتداد 18 شهرا. إكسبورت لاب هو مشروع لدفع الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، برنامج يعتمد على مرافقة نحو 45 شركة قادرة على المنافسة والولوج إلى هذه السوق. ويستهدف المشروع المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في 3 مجالات هي الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الجديدة والصناعة التقليدية. الانوفاسيون زيدا اللي نجمو نقولوه في البروجي هذا سي كو باش نعملوا اون بلاتفورم ويب اللي هي الفا ايبرشي لي برودوي نتاع الشركات وباش نعملوا لهم ان سيستم de paiement اللي يخلي الشركات الامريكان تنجم تخلصهم ديريكتومون في تونس واحنا نجمو نعمات نوفروا لهم باش يعملوا دبو في امريكا ويحطوا سلعتهم في امريكا. هكاك تبدا انت سلعتك غاديك في 48 ساعه تبعث لهم هما يخلصوك بالكار دو كريدي دونك انت فوالا vous avez résolu tous vos problèmes. ويهدف هذا المشروع الى تنويع المنتوجات الموجهه للسوق الامريكيه وزياده المبادلات التجاريه معها. سوق بعيد علينا شويه، الشركات يعني يلزمنا نختاروا لي بونز انتربريز باش ينجموا يكونوا مؤهلين، وهذا هو الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها باش نجموا نحققوا الاهداف هذه. دونك ناملوا اللي احنا من هنا سور 3 مثلا من هنا 2020 اقل شيء نزيدوا 30 40% من صادراتنا على السوق الامريكانيه. اختاروهم سور دي كريتير اللي هما واضحين، اللي لازمها الشركه تبدا ديجا عندها اكسبيريونس خبره في الانترناسيونال، خاطر السوق الامريكاني سوق صعيب ما تنجمش اي شركه تمشي له. السوق الامريكاني عنده زاد مواصفات بريسيز اللي هما الشركات يلزمهم يتنبهوا بهم ويلزمهم معناتها ال سو كونفورم دي ستاندار. السوق الامريكاني زاد سوق اللي يطلب كميات كبيره، دونك الشركات الصغار برشا ما ينجموش كون شي يتجمعوا دون دي كوبيراتيف ولا معناتها دي كونسورسيوم. يذكر أن تونس تعمل على التوصل إلى اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة منذ نحو 1.5 سنة. بعد توقف وحدة إنتاج الحامض الفوسفوري بالمجمع الكيميائي بالمضيلة، يتهدد المجمع التوقف التام بعد يومين نظرا لنفاذ مخزون الفوسفات بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، وضع ترافقه تخوفات من فقدان الحرفاء واختلال في التوازنات المالية. مع الشلل الكلي الذي تعرفه وحدات إنتاج الفوسفات بالحوض المنجمي، توقف تزويد المجمع الكيميائي بالمضيلة بالفوسفات وأصبح نشاطه مهددا بالتوقف التام خلال يومين. يشهد المعمل توقف لبعض الوحدات نتيجة لشلل تام في تزويد المعمل بمادة الفوسفات، إضافة إلى عدم تزويد المعمل بمادة الكبريت. الشيء هذا خلى المعمل يتوقف في وحدات الحامض الفوسفوري منذ يوم الأحد، إضافة إلى توقف مبرمج لوحدة ثلاثي الفوسفات الرفيع اليوم لهذا اليوم، وتوقف كلي للمعمل المبرمج ليوم السبت. المخزون المتوفر من مادة الكبريت ما يمكنش أكثر من يومين من تشغيل وحدة الحامض الكبريتي، والتوقف هذا الكلي للمعمل سيجر عنه عدم قدرة على تشغيل الوحدات لمدة لا تقل عن 15 يوم. برنامجنا إنتاج 400 ألف طن من ثلاثي الفوسفات الرفيع، وللأسف حسب الأرقام المجزة في شهر جانفي ما نجمش نوصلوا لها الميزانية هذه.
مع التوقف التام للإنتاج خلال يومين يدخل المجمع الكيميائي بالمظلة في وضع حرج يهدد توازناته المالية وتعهداته مع حرفائه بالخارج. مصدره كان الحليب البنغالي من بنغلاديش، السوق الوحيدة براتيكمون اللي عندنا، وبنسق سير الوحدات ونسق سير المعمل بالطريقة هذه، معناها ربي يستر اللي ما نفقدوش حتى الحليب هذا اللي بقالنا. مع الميزانية المعنى من طرف شركة فوسفات قفصة في إنتاج الفوسفات، كنا نأمله اللي بخمسة مليون طن اللي أعلنتها شركة فوسفات قفصة، باش نجمو نسترجعوا على الأقل مجموعة من حرفائنا التقليديين، خاصة في البرازيل، وخاصة إذا أمكننا في حتى في إيران أو في بعض دول أوروبا. مع بداية السنة وضع المجمع الكيميائي بالمظلة برنامجا للرفع من ميزانيته المبرمجة واسترجاع بعض الأسواق الخارجية، برنامج يصطدم بوحدات معطلة لا تسترجع نسقها إلا بعودة العمل بمواقع إنتاج الفوسفات بالحوض المنجمي. بحث الرئيسان الروسي والتركي تنسيق الجهود لضمان الاستقرار في مناطق خفض التصعيد بسوريا وتنفيذ اتفاقات مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية. الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية لصياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية في سوريا من بين النتائج الأساسية لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية. نتائج يسعى عدد من الجهات إلى العمل على تنفيذها من بينها الجانب الروسي والتركي، حيث بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللذان عبرا عن ارتياحهما لنتائج المؤتمر. بحث سبل تنفيذ هذه الاتفاقيات من أجل دفع عملية التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي، هذا بالإضافة إلى تنسيق الجهود لضمان الاستقرار في مناطق خفض التصعيد بسوريا. رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي اعتبر أن مؤتمر سوتشي لن يكون بديلا عن مؤتمر جنيف، وقال إن صيغة سوتشي لا تحل محل جنيف وليست بديلا عنها. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف اعتبر أن مؤتمر الحوار السوري في سوتشي نجح كخطوة أولى نحو التسوية، مؤكدا أن اللجنة الدستورية المشكلة ستعمل في إطار عملية جنيف. خطوة أخرى من المساعي الدولية نحو إيجاد حل سلمي للأزمة السورية تتواصل معها الأزمة الإنسانية في سوريا، فقد أفادت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن أكثر من 270 ألف سوري فروا منذ منتصف ديسمبر الماضي من المعارك الدائرة في محافظتي إدلب وحماة شمال غرب سوريا بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة المسلحة. على صعيد آخر، وبينما تواصل القوات التركية عملياتها شمال سوريا، أفادت مصادر إعلامية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى ضرورة أن تنسق تركيا عملياتها العسكرية في عفرين مع حلفائها الأوروبيين من حلف الناتو، محذرا من استغلال مسألة محاربة الإرهاب كذريعة للتدخل عسكريا في سوريا على حد تعبيره. عودة إلى الشأن الوطني، حيث تحصل معهد المناطق القاحلة بمدنين بالتعاون مع معهد باستور بتونس العاصمة مؤخرا على براءة اختراع إثر اكتشافه نبتة تعتبر مضادا ناجعا في القضاء على خلايا سرطان الدم. النبتة هي نبتة اللازول التي تنبت كثيرا في فصلي الشتاء والربيع خاصة بولاية مدنين وتطاوين. نبتة اللازول البرية عندما تتحول من عادة غذائية لدى المواطن إلى محور بحث علمي يكتشف أن هذه النبتة مضادة لسرطان الدم. بحث علمي قامت به الباحثة حنان النجاع بمعهد المناطق القاحلة بمدنين ليتحصل مؤخرا على براءة اختراع بخصوص هذا البحث. اللازول معروف في الجنوب برشا، نستعملوه في العديد من الأكلات الشعبية، نستعملوها العديد من المدوات في العديد من المدوات، لذلك اهتميت في الماجستير بالقيمة الغذائية لنبات اللازول، وبذلك طرقنا لكيفية تصبير وتخزين النبات اللازول ونجحنا والحمد لله. كي توصلنا للنتائج جد مشجعة، قارناه بالدواء اللي هو غليفيك كي تاسيتان شميو تيرابين موجود سير لي مارشي، وبذلك حصلنا الحق على نتائج تري فالوريزابل مشجعة. نتيجة بحث علمي تمثل خطوة أولى نحو تثمين هذا البحث، تنتظر مرحلة التصنيع ليصبح دواء فعالا ضد سرطان الدم. كلمونا ديزاندستريال وإن شاء الله مصنعين توانسة،
خطر ديما يكلمونا قبل ليزيترونجي. ليزيترونجي ديما الباحث يكون خايف على حقوقه، حقوق المحد يا سيد السويد. توا مع التواس ان شاء الله يا ربي نوصلوا الحل ويكون برودوي فيني وننفعوا بلادنا. كفاءات تونسية تتوصل إلى نتائج علمية هامة تحتاج تثمينها وتحويلها إلى منتوج قادر على معالجة أخطر أمراض العصر، كما يجب الاستفادة من هذه النتائج العلمية حتى لا تبقى مجرد بحوث نظرية وبين الرفوف. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. ماكرون يؤكد مساندة فرنسا تونس في مسارها الديمقراطي وتوقيع 8 اتفاقات لدفع التعاون التونسي الفرنسي. الغرفة التجارية التونسية الأمريكية تطلق مشروع إكسبورت لاب لمرافقة شركات تونسية من أجل التصدير إلى السوق الأمريكية. توقف تام يهدد وحدات المجمع الكيميائي بالمضيلة بسبب نفاذ مخزون الفوسفات جراء كثرة الاحتجاجات الاجتماعية وتخوفات من اختلالات في التوازنات المالية. ونشير إلى أنه بإمكانك مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام. في أمان الله.